اليوم النسخة الثامنة تاع انوي دايز، وهذا الحدث هو حدث مهم ديال انوي في ميدان الابتكار والانتاج الرقمي في المغرب. وهذه النسخة هي مخصة في ميدان الشمول المالي، واليوم عندنا مقاولات ناشئة اللي جات تقدم الحلول ديالها في هذا الميدان. وعندنا 6 المقاولات الناشئة اللي جات من 5 البلدان اللي هما الكوت ديفوار، البوركينا فاسو، غانا، الكامرون والمغرب. كان عندنا اكثر من 400 مشارك اللي حطوا المشروع ديالهم، ومنهم وصلنا لهاد 6 المقاولات اللي وصلوا في الدور النهائي اللي غيقدموا الحلول ديالهم حدا لجنة التحكيم. النسخة اللي دازو كان فيهم مقاول بحال دابا في ليدوكتيك، كاينين اليوم واحد المقاولات اللي كملنا معاهم، وان شاء الله غيخرجوا الحلول ديالهم قريبا، دونك تبعوا معنا. العام اللي فات درنا كانت مخصصه في لا سيفيك تك اللي هي لانجاجمون سيتويان، وكذلك حتى هما كان واحد المقاولات الناشئه اللي خدمنا معاهم وكملنا معاهم، حيت ملي تنساليو ان وداز تنكملوا معاهم باش يوصلوا للنتيجه، يخرجوا الحلول ديالهم. هذا هو المهم عندنا.